يقول السائل: المأموم الذي يصلي خلف الإمام الذي يقبض بعد الرفع من الركوع، والمأموم يسدي اليداه بعد الرفع من الركوع، هل الأفضل اتباع الإمام بحديث جعل الإمام ليؤتم به؟ لا، الأفضل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يقبض كوعه اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما على صدره، يضعهما على صدره وقت القيام، سواء قبل الركوع أو بعد الركوع. فنحن نقتدي بالرسول، أما الإمام نقتدي به بأفعال الصلاة بالركوع والسجود، نتابعه لا نتقدم عليه ولا نوافقه، بل نأتي بعده في الركوع والسجود والقيام. أرأيت لو أن الإمام أسبل يديه هل تقتدي به؟ لا، حتى لو أن الإمام أسبل يديه أنت اعمل السنة، اقبض يديك. نعم، أحسن الله إليكم.